أهلا وسهلا فيكم. حنبدأ اليوم إن شاء الله بدرس الإكسل، نعطي مقدمة وفكرة عامة عن الإكسل هو شو، وحنبدأ بإكسل 2013. إكسل 2013 هو عبارة، أو إذا بدك الإكسل بشكل عام هو عبارة عن برنامج يمكن معروف عند كتير من الناس إنه بيعمل عمليات حسابية. أكتر شيء بيستعمل العمليات الحسابية مثلا الستوك، الأعمال المالية، يمكن أوقات في ناس تعمل كشف حساب، وكمان ممكن يستعمل للديتس، تواريخ، حدا بيحط بنظم تواريخه مواعيده. وفي كمان عنا بادجتس وتشارتس وحتى فلايت ترافلز وامبلوي ابسنس سكادجول يعني. وفي عنا كمان تمبليتس جاهزين مقدمينهم لشركة الإكسل. هنحتاج أول شيء إكسل 2013 مثل ما موجود عنا أو أكتر. نفتح بلانك ورك بوك، حنعطي إكزامبل أو نظرة سريعة عن التابز اللي موجودين بالإكسل. في عنا الهوم تاب، في عنا الإنزرت تاب، بتتكون من هالمواضيع هذه مثل الشارت والتيبل. في عنا البيج لاي أوت اللي هي بتتحكم باتجاه الصفحة، مثلا من اليمين للشمال بصير اتجاه من اليمين او من الشمال لليمين. وفي عنا مثلا هيدي للشيبس، للاشكال، وحجم الورقة واتجاه الورقة، انه الاورينتيشن تكون لاندسكيب او بورتريت، يعني تكون بالطول او بالعرض. في التحكم بالمارجنز اللي هن الهوامش. هيدي بشكل عام مختصر اكتر شيء مستعمل. يعني الفورمولاز هيدي اكتر شيء بتستعمل للرياضيات، ماث اند تريجونومتري، functions، financial، أشياء logical إلى آخره. في عنا كمان data. data ممكن، في عنا الفلتر، إذا عملنا table مثلا نقدر نعمله فلتر. نقول مثلا عملنا table الاسم، مثلا لنقول العنوان، ولنقول مثلا تاريخ الميلاد بالسنة مثلا. أوكي، حطينا مازن، محمد، أحمد، هشام، سليم، يعني اللي هن. والعنوان مثلا لنقول بيروت، الكويت، مثلا لنقول الأردن، مصر، لنقول قطر. تاريخ الميلاد 1974، 1985، 1984، 80، 1970. يعني هذا بس مجرد أمثلة. الفلتر هو شو؟ انه بنحط مثلا على العنوان هون من فوق ونكبس فلتر، فبصير بيعمل لنا فلتريشن للداتا. يعني بصير بقدر انا اختار بس مازن فبيطلع لي بس مازن، او اذا بدي مثلا حسب العنوان اختار يلي هن الكويت فبتيجي بس الكويت. ممكن كمان يعني اذا حطيت كمان بدل قطر حطيت كمان الكويت، فلما بدي اعمل فلتر للي بس بالكويت فبيطلع لي محمد وسليم. كمان عفوا نفس الشيء بالنسبه لتاريخ الميلاد، اذا حطيت هذا كمان 1974 وبدي انا لتاريخ ميلادهم بس 1974 فبيطلع لي مازن وسليم وهكذا. في عنا كمان هذه الاكثر شيء بتستعمل، يعني في السورتينج، الترتيب، اذا بدي ارتب الجدول حسب الاسم فبعمل له انا سورت A to Z فبرتب لي هون احمد، سليم، مازن، محمد، هشام وهكذا. بالريفيو في عنا مثلا اذا بدنا نعمل ريفيو، يعني حدا عم يعمل كومنت، ملاحظات على اشياء وبيبعتها لحدا تاني ليرجع يصلح الملاحظات تاعوله. وفي عنا كمان بالفيو هذه للطباعة، زوم وما زوم وهالقصص هذه كلها. اما ديفلوبر هيدي بس للبرمجة، للقسم الناس اللي بيحتاجوا برمجة. كمان ممكن مثلا نحنا هيدي اللي تحت اسمها شيت، فينا نزيد شيت تانية. ولو بدنا نعمل عملية حسابية سريعة 15 60 الى اخره، بدنا نعمل summation، الجمع لألهم. يعني في الاوتو سام دغري بتجمع لنا اياهم، نكبس انتر لو يعطينا الجمع تاعو لهالارقام اللي موجودين كلهم. اذا عملنا دبل كليك بيحدد لي وين محطوط التجميع تاعهم وهكذا. هذه فكرة عامة عن الاكسل.
نلتقي فيكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.